نروح لكأس العالم. صحيح منتخب مصر مش هيشارك في مونديال 2022 في قطر، لكننا بالتأكيد هنتابع البطولة ونتمنى فيها كل التوفيق لكل المنتخبات العربية الشقيقة اللي تشارك في هذه النسخة من كأس العالم. طبعا من ضمن المنتخبات العربية بالتأكيد نسور قرطاج منتخب تونس اللي أعرب نجمه الكبير ولاعب مونبلييه الفرنسي وهب الخزري عن ثقته في قدرة بطل إفريقيا في عام 2004 على تخطي الدور الأول بكأس العالم وتحقيق إنجاز تاريخي للنسور. تونس طبعا هتلعب في كأس العالم ضمن مجموعة قوية جدا، يعني فيها حامل اللقب منتخب فرنسا، فيها الدنمارك، فيها استراليا. وهب الخزري قال في تصريحات مصورة انه رغم صعوبة المجموعة لكنه مؤمن بقدرة نسور قرطاج على تخطي دور المجموعات. صحيح فرنسا في المجموعة وهتلعب من اجل الفوز، منتخب الدنمارك ومنتخب كمان استراليا منتخبات جيدة، لكن المجموعة ما فيهاش فوارق كبير والمستويات يمكن متقاربة بصرف النظر عن وجود فرنسا. عشان كده هو مؤمن بقدرة تونس على التأهل من هذه المجموعة. قائد المنتخب التونسي كمان قال في تصريحاته ان تحقيق التأهل هيكون امر رائع لان تونس لم يسبق لها ان هي تخطت دور المجموعات خلال كل مشاركاتها في كؤوس العالم الماضية. وعن مواجهة المنتخب الفرنسي بطل العالم 2018 الخزري قال انه طبعا ان دي حاجة كان بيتمناها وكان مستنيها خلال اجراء قرعة المونديال، فكرة ان تونس تقابل فرنسا. ليه؟ لان بالنسبة لي امر مرغوب جدا لانه اتولد في فرنسا ومدرك كويس جدا اهمية مباراة زي دي للمنتخبين، وهيكون امر مذهل لو قدروا يثبتوا قوتهم امام ابطال العالم لمدة 90 دقيقة مونديالية هتجمع بين المنتخبين يوم 30 نوفمبر على استاد المدينة التعليمية في الريان في قطر، وتحديدا ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة، وبالتالي هتكون نتيجة المباراة دي بتلعب دور كبير جدا في حسم تأهل نسور قرطاج التاريخي اللي بإذن الله كلنا بنتمناه.